السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لفرض المرحلة الرابعة الفرض الثاني في الدورة الثانية مادة الاجتماعيات للمستوى السادس. إذا كالعادة في بداية الفيديو أذكركم أنكم ستجدون صورة وصور هذا الفرض بصيغة PDF في صندوق الوصف. إذا نبدأ على بركة الله. نبدأ بمكون التاريخ، أصل بخط ما يلي. إذا لدي مجموعة من الصور، إذا صومعة الكتبية، صومعة حسان، صومعة الخيرلدة. إذا صومعة الكتبية من هو مؤسسها؟ صومعة الكتبية من هو مؤسسها؟ مؤسسها هل هو عبد المؤمن بن علي أو أبو يوسف يعقوب المنصور؟ إذا صومعة الكتبية مؤسسها هو عبد المؤمن بن علي، عبد المؤمن بن علي. صومعة حسان وصومعة الخيرلدة مؤسسهما هو أبو يوسف يعقوب المنصور، أبو يوسف يعقوب المنصور. إذا أين تتواجد هذه المعالم؟ إذا بالنسبة لصومعة الكتبية توجد بمدينة مراكش، صومعة الكتبية مدينة مراكش. صومعة حسان، صومعة حسان توجد بمدينة الرباط، صومعة حسان توجد بمدينة الرباط. وصومعة الخيرلدة توجد بالأندلس، صومعة الخيرلدة بالأندلس. معركة الملوك الثلاثة هي معركة الزلاقة، معركة إسلي، أو معركة وادي المخازن. إذا معركة الملوك الثلاثة هي معركة وادي المخازن، معركة وادي المخازن. أذكر أسماءهم، إذا أسماء هؤلاء الملوك الثلاثة، إذا أسماءهم محمد المتوكل، محمد المتوكل، الملك سيباستيان، و السلطان أبو مروان عبد الملك، السلطان، السلطان أبو مروان عبد الملك، أو نكتفي فقط بعبد الملك. إذا أسماء الملوك الثلاث: محمد المتوكل، الملك سيباستيان، والسلطان أبو مروان عبد الملك. ما اسم الجيش القوي الذي أسسه المولى إسماعيل؟ إذا اسم الجيش القوي الذي أسسه المولى إسماعيل هو جيش البخاري، إذا جيش البخاري. السؤال رقم 4: دائما مكون التاريخ، ألون مناطق النفوذ الفرنسي عند استعمار المغرب. إذا مناطق النفوذ الفرنسي عند استعمار المغرب، إذا الصويرة، إذا طنجة لم تكن ضمن نفوذ الفرنسي. إذا الدار البيضاء، الدار البيضاء كانت ضمن مناطق النفوذ الفرنسي. سيدي إفني لم تكن ضمن مناطق النفوذ الفرنسي. طرفايا أيضا لم تكن ضمن مناطق النفوذ الفرنسي. الداخلة أيضا لم تكن ضمن مناطق النفوذ الفرنسي. أسفي نعم كانت ضمن مناطق النفوذ الفرنسي. بني ملال أيضا كانت ضمن مناطق النفوذ الفرنسي. إذن تطوان كانت ضمن مناطق النفوذ الإسباني، تطوان وطنجة. مراكش كانت ضمن مناطق النفوذ الفرنسي. خنيفرة أيضا كانت ضمن مناطق النفوذ الفرنسي. من
ننتقل لمكون الجغرافيا. أذكر 6 معادن توجد في المغرب. إذا المعادن الموجودة في المغرب لدينا الفضة، الزنك، فوسفات، الذهب، الحديد، والنحاس. إذن 6 معادن توجد بالمغرب: فضة، زنك، فوسفات، الذهب، الحديد، النحاس. يعتبر المغرب رائدا في بعض الصناعات، أذكر 3 منها. إذن بعض الصناعات التي تعتبر أن المغرب رائدا في بعضها: إذن التغذية، صناعة الأغذية، صناعة السيارات، وصناعة النسيج. إذن بعض الصناعات التي يعتبر المغرب رائدا فيها: الأغذية، صناعة السيارات، والنسيج. أضع علامة أما الجواب الصحيح. الهجرة الداخلية هي من مدينة إلى مدينة، أو تتم نحو أوروبا، أو من دولة إلى دولة مجاورة، أو تتم نحو آسيا. إذن الهجرة الداخلية هي من مدينة إلى مدينة، من مدينة إلى مدينة، هذا معنى الهجرة الداخلية. أضع علامة في أمام الجواب الصحيح. كيف يتم توزيع السكان بالمغرب؟ مناطق الجنوب أكثر كثافة، مناطق الوسط أكثر كثافة، مناطق الشرق أقل كثافة، ومناطق الجنوب أقل كثافة. إذن لدينا مناطق الشرق أقل كثافة، ومناطق الوسط أكثر كثافة بفعل المناخ، ومناطق الجنوب أقل كثافة بفعل المناخ وفرص العمل. مناطق الجنوب أقل كثافة، نعم صحيح. أيضا نعرف أن المناطق الجنوبية المناخ جاف وصحراوي. إذن مناطق الوسط أكثر كثافة، مناطق الشرق أقل كثافة، ومناطق الجنوب أقل كثافة. ننتقل لمكون التربية على المواطنة. إذن أجيب بصحيح أو خطأ: المساواة بين الرجل والمرأة ليس بحق دستوري. إذن هذا خطأ، المساواة بين الرجل والمرأة هو حق دستوري. إذن العبارة خاطئة، خطأ. الاختلاف بين الرجل والمرأة حسب الجنس أمر بيولوجي طبيعي. إذن الاختلاف بين الرجل والمرأة حسب الجنس أمر بيولوجي طبيعي، نعم صحيح. الرجل له حق في الميراث بينما المرأة لا ترث، هذا خطأ. إذن أعيد العبارة: الرجل له الحق في الميراث بينما المرأة لا ترث، خطأ. لا شيء يمنع النساء من أن يكون رائدة فضاء، نعم صحيح. المساواة بين الرجل والمرأة ليس بحق دستوري، خطأ. الاختلاف بين الرجل والمرأة حسب الجنس أمر بيولوجي طبيعي، صحيح. الرجل له الحق في الميراث بينما المرأة لا ترث، خطأ. لا شيء يمنع النساء من أن يكون رائدة فضاء، صحيح. إذن الجماعة أحد مستويات التنظيم الترابي. أذكر 3 من اختصاصاتها. إذن الجماعة أحد مستويات التنظيم الترابي، نذكر 3 من اختصاصها. إذن توزيع الماء والكهرباء، جمع النفايات، والإنارة العمومية. إذن توزيع الماء والكهرباء، توزيع الماء والكهرباء، الإنارة العمومية. هذه بعض اختصاصات الجماعة. وجمع النفايات، جمع النفايات. كيف يتم تعيين رئيس الجماعة؟ تعيينه من طرف السلطات المختصة وبحصوله على أغلبية أعضاء المجلس. إذن يتم تعيين رئيس جماعة بواسطة حصوله على أغلبية أعضاء المجلس، حصوله على أغلبية أعضاء المجلس.
أذكر بعض من نماذج حالات ذوي الحالات الصعبة في جماعتك. إذا بعض النماذج من الحالات ذوي الاحتياجات الصعبة في جماعتي، إذا هناك المسنون، الأشخاص المعاقون، المشردون، الأطفال في وضعية صعبة، الأطفال في وضعية صعبة. إذن كيف يمكننا التضامن معهم؟ كيف يمكننا التضامن مع ذوي الحالات الصعبة؟ إذن القيام بحملة تضامن نقدمها لمجلس الجماعة لتحسين ظروفهم. إذن القيام بحملة تضامن نقدمها لمجلس الجماعة لتحسين ظروفهم. إذا تقديم عريضة، تقديم عريضة أمام مجلس الجماعة لتحسين ظروفهم المعيشية، لتحسين ظروفهم المعيشية أو الاجتماعية. إذا القيام بحملة تضامن نقدمها لمجلس الجماعة لتحسين ظروفهم، تقديم عريضة أمام مجلس الجماعة لتحسين ظروفهم الاجتماعية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.